وسهلا بيكو. جاي طبعا اتفرج على اصحابي عاملين ايه، وان شاء الله انا واثق فيهم ان هم هيعملوا حاجه قويه جدا، وان شاء الله تنجح وتكسر الدنيا وتجيب ايرادات كتير باذن الله. شايف ان نزول الفيلم في الوقت ده مناسب جدا، لان لو فضلنا كلنا خايفين ما حدش هيعمل حاجه. يعني لو فضلنا كلنا خايفين زي فترات كتير عدت على السينما المصريه، كل الناس فضلت خايفه، فالموضوع بيتاخر. طب ليه لا، يلا نشتغل ويلا نعمل سينما ويلا نعمل مسرح والناس تنزل، وان شاء الله الناس تنزل، ونخلي بالنا بس من الاجراءات الوقائيه والحاجات دي، ان شاء الله ربنا يسترها باذن الله. اكيد هياثر على ايراداته بشكل او باخر، بس اعتقد ان ان شاء الله باذن الله هنتخطى الموضوع ده باذن الله على طول باذن الله. ان شاء الله باذن الله بعمل في رمضان 2021 مسلسل نجيب ساعي زركش مع دكتور يحيى الفخراني، وبدات التصوير اول امبارح، وان شاء الله ربنا يكرمك.